طبعا فرحه اللاعبين زادت كمان امبارح بمناسبه عوده زميلهم محمد محمود اللي انضم للتمرين بعد شفائه من عمليه كان اجراها قبل كده في الركبه. طبعا بنقول له الف حمد لله على سلامتك. اللاعب كان شارك في جزء من المران الجماعي بالامس للمره الاولى. طبعا ده ما حصلش غير بعد ما الكل اطمن على حالته بشكل نهائي وتاكدوا من سلامته وفقا للفحوصات الطبيه الاخيره اللي خضع لها. وطبعا بعد ما انهى برنامجه التاهيلي اللي نفذه بعد ما خضع لجراحه في الركبه، وللاسف دي الجراحه اللي ابعدته عن المشاركه الجماعيه خلال الفتره الماضيه. خلينا برضو نطمن حضراتكم عن محمد هاني لاعب الفريق اللي انتظم خلاص في التدريبات الجماعيه بالامس بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التاهيلي اللي خاض عليه عشان يتخلص بشكل نهائي من اصابته اللي اتعرض ليها في العضله الاماميه زي ما كلنا تابعنا، وهو كمان خاض لفحوصات طبيه تحت اشراف الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي عشان يتاكد من جاهزيته للمشاركه في المران الجماعي. والحمد لله دي كلها اعتقد اخبار يعني ايجابيه جدا على الصبح زي ما بيتقال.